هننتقل لسالة مراسلتنا ومعاها الكابتننا الأسطوري العالمي كابتن أحمد صلاح، كابتن ماسترز وفريق الطايرة وصاحب الإنجازات والأرقام الكبيرة، عشان ينقلوا لنا الصورة. وأكيد حوار هنسمع فيه حاجات كتير جدا الجمهور عايزة تعرفها عن الجمعية العمومية والوضع اللي حاصل. من جديد طبعا برحب بيك يا احمد، واكيد برحب بيك يا فارس، واكيد بضيفكم الاستاذ الناقد الرياضي الاستاذ سامي عبد الفتاح، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي بكل مكان. وبالفعل يعني يا فارس زي ما انت قلت، حاليا معي في هذه اللحظات الاسطوره طبعا العالمي الكابتن احمد صلاح نجم كره الطايره في النادي الاهلي. طبعا يا كابتن احمد في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا خليني اصبح عليك واخد رايك طبعا في الاجواء والكواليس اللي بتحصل هنا طبعا في الانتخابات داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا ازيك يا سلام، الحمد لله. يعني شايف النهارده يوم جميل جدا بصراحه، وده العادي يعني النادي الاهلي معروف. اليوم ده طبعا بيبقى يوم تاريخي، وده معروف طبعا النادي الاهلي احسن انتخابات منظمه، وفي ناس كلها بتحب بعض، حتى اللي بينجح واللي ربنا ما بيوفقوش واللي ربنا بيوفقه، الموضوع كله واحد. فالحمد لله انا شايف ان هو النهارده الحمد لله يوم جميل جدا، وان شاء الله ربنا يكمله على خير ان شاء الله. يعني والله يا كابتن، يمكن طبعا احنا شايفين ان الاعضاء بدات تتوافد من الصبح بدري جدا كمان قبل عمليه التصويت ما تبتدي، يعني رايك ايه طبعا في العدد الكبير اللي حضر من الصبح بدري من الساعه 6 ومن الساعه 7 داخل مقر النادي؟ وكمان يعني عايزه برضو يعني اسالك، هل دخلت الخيمه الانتخابيه جوه واديت صوتك وشاركت ولا لسه؟ ولسه هتخش؟ طبعا انا شايف الناس اصلا جايه من الساعه 6 الصبح، وده حاجه غريبه بصراحه، يعني فوجئت بالموضوع ده. لكن ده طبعا ده الطبيعي، يعني الناس كلها بحب النادي الاهلي، فمحدش هيتاخر عن النادي الاهلي. وطبعا دخلت اول لما جيت النادي على طول، دخلت اديت صوتي والحمد لله كله تمام. يعني رايك ايه يا كابتن احمد في التنظيم؟ طيب وطبعا احنا شايفين يعني تنظيم على اعلى مستوى، حاجه تليق باسم النادي الاهلي من الاداره التنفيذيه وطبعا من اداره الخدمات وكمان افراد الامن، كل افراد الامن يمكن طبعا شايفين يعني في تنظيم على كل البوابات استقبال اعضاء النادي الاهلي لحد جوه الخيمه الانتخابيه، رايك ايه في التنظيم؟ بصراحه بصي، انا طبعا بتمرن هنا في النادي الاهلي الجزيره، الموضوع اصلا بقاله اكتر من اسبوعين بينظموا للانتخابات بصراحه، والدنيا منظمه جدا وفي نظام وعاملين سيستم على كل بوابه والدخول والخروج عشان طبعا راحه الناس. فطبعا انا شايف ان الموضوع بصراحه جميل جدا، والناس كلها حتى كمان الناس في ناس كتيره، بس حتى لما تيجي تخش تنتخبي الموضوع ما فيهوش زحمه ولا في مضايقه ولا حاجه. فالحمد لله يعني اليوم لحد دلوقتي الحمد لله شايف ان هو يوم منظم ويوم جميل جدا، وان شاء الله باذن الله ربنا كمل على خير، ونبارك للكسبان ونقول هارد لك للخسران. يعني احمد طبعا انت شاركت في انتخابات كتير قبل كده غير الانتخابات دي، ايه رايك؟ طب يعني شايف ايه الفرق ما بين انتخابات السنه دي او الدوره دي ويعني بقيه الانتخابات الدورات اللي فاتت؟ والله بص، يعني هو يعني دي ثلاث انتخابات ليا، اللي انا شايفه طبعا ان كل سنه كل انتخابات بيبقى فيه تطور طبعا وفي نظام اكتر. وطبعا للاسف احنا المره دي طبعا عشان الكورونا والكلام ده كله، فطبعا الموضوع المره دي هيبقى فيه كنترول اكتر. فعشان كده بقول لك ان المره دي انا شايف ان في نظام في الدخول والخروج، والدنيا الحمد لله ماشيه كويس ومستقره. يعني ف ربنا يكرم ان شاء الله، والدنيا ما تبقاش في حاجه يعني خلال اليوم يعني، وان شاء الله خير يعني ربنا يسهل. كابتن احمد طبعا احنا لسه في بدايه اليوم ولسه في اعضاء كتير جدا ما جوش النادي، تحب تقول ايه طبعا لكل اعضاء الجمعيه العموميه اللي لسه ما حضروش الانتخابات وما حضروش في الخيمه الانتخابيه، تحب تقول لهم ايه طبعا عشان ينزلوا ويشاركوا في مستقبل ناديهم؟ لا طبعا اكيد اتمنى الناس كلها تيجي، ان اليوم ده دوت ده حقك، وتقول اللي انت شايفه صح، وتكون مع المجموعه اللي انت شايفها مناسبه للنادي الاهلي، وده المفروض عليك، يعني ده حاجه المفروض عليك لازم تعملها، عشان ما تجيش في يوم تقول انا يا ريتني اللي جيت عشان خاطر اعدي صوتي مثلا عشان في حاجه مش عجباني او في حاجه عجباني. فانا شايف ان ده يوم مهم للناس كلها، وكل عضو لازم يجي يشارك بصوته. وده اصلا ده هو يوم كمان يوم يعني يوم جميل اصلا من غير اي حاجه، يعني من غير اصلا انتخابات ولا حاجه، ناس ممكن بتشوف بعض من سنين بتيجي النهارده يتقابل. فانا شايف النهارده يوم عيد مش يوم انتخابات بصراحه، الناس كتير قوي، انا في ناس كتير قابلتها مثلا بقالي اكتر من 4 أو 5 سنين ما شفتهمش. فهو ده النادي الاهلي، ده ميزه النادي الاهلي اللي بيجمع الناس في كل الاوقات في اي مناسبه. فعشان كده يعني اتمنى الناس كلها تيجي وتنتخب اللي هم بيحبوه. يعني
طبعا يا كابتن احمد زي ما حضرتك قلت هو ده النادي الاهلي بالفعل، المنظر اللي احنا شايفينه ورا حضرتك هو ده النادي الاهلي. بشكر حضرتك طبعا جدا يا كابتن احمد، وطبعا بتمنى لك التوفيق الفتره اللي جايه، وبشكر حضرتك جدا. ميرسي. ميرسي جدا يا سهلا. اوكي ميرسي كده. طبعا يا احمد ويا فارس، كان لقائنا مع الكابتن احمد صلاح طبعا نجم النادي الاهلي ونجم الكره الطايره، مش بس في النادي الاهلي كمان في مصر، الاسطوره العالمي طبعا كان معانا يعني في هذه اللحظات، واللي كان بيكلمنا طبعا عن رايه في انتخابات النادي الاهلي للدوره دي. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليكم، تفضلوا. شكرا ليك يا سلا، وشكرا للكابتن احمد صلاح.